بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا وصفات لذيذه كده محببه للاطفال للشباب للكبار، نص النص، وهي البرجر. هنعمل كام صنف برجر مع بعض كده لذاذ قوي، هينفعونا في الصيف، في المصايف، في اكل سريع، في اكل يتحط في الفريزر وطلعه على طول يدوبك على القلق او على الفرن، اي حاجه من الاثنين دول، او على الجريل مثلا. فاكل لذيذ جدا بس هننوع فيه. احنا على طول عندنا يا برجر لحمه يا برجر فراخ، ماشي، بس هندخل فيهم حاجات بقى. يعني مثلا احنا عملنا اللحمه قبل كده كانت صافي، احنا نعملها او بالبقسماط او بالبيض، او النهارده هنعملها بفول الصويا برضو، عملناها يمكن زمان قوي مع بعض بس هنعملها تاني، من لان الفول الصويا برضو مغذي برضو، يعني برضو ما فول الصويا ده فيه غذاء، ما هوش حاجه صناعيه، دي حاجه طبيعيه. فعندي هنا فول صويا جايبه كوبايه ونقعتها على كيلو اللحمه، يبقى على كيلو اللحمه المناسب احط فول صويا قد ايه؟ كوبايه، واجيبها انقعها، بترمي معايا كتير قوي بقى. وميزه فول الصويا انه يبقى شبه اللحمه، بصوا عامل ازاي، كانها لحمه مفرومه. ما تجيبيش فول الصويا الحبوب، لا، لازم فول الصويا المجروشه دي، بس ما تكتريش قوي، لان برضو فول الصويا شخصيته قويه، يعني ريحته في ريحه، هناخد منه كوبايه كفايه جدا، مش هناخد اكتر. طيب عندي بصل بقى، وعندي بيض، وعندي بهارات، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، الكلام ده كله. انا عشان اتغلب برضو شويه على ريحه فول الصويا بعمل ايه؟ بصوا انا بعمل له يعني كتير جدا بيحطوا فول الصويا كتير، صح؟ بس احنا ما بنحبهاش، نقول لك لا ده مليان فول صويا، ريحه باينه. طب انا عايزه استغل فول الصويا في حاجات كتير، مميزات كتير جدا، ان هو مفيد، ان هو شكله شكل اللحمه، ان هو بيكتر قوي، بيكتر اللحمه بيخليها حاجه كتير، يعني النص كيلو بيبقى لو انا حطيت عليه مثلا نص كوبايه بتملى ده، بيبقى بيدي كميه كبيره جدا. فعايزه استغل كل ده، فخساره ان انا ما اقدرش اتغلب على ريحه فول الصويا. فاعمل ايه؟ اروح حط عليه بقى، بصوا بقى ايه، بصل وملح وفلفل، واسيبه شويه. هوريك دلوقتي ازاي، يعني دلوقتي احطه كده في الكبه او واعجنيهم على بعض، ابشري البصلايه واعجنيهم على بعض. بصوا فول الصويا قد ايه، واحط عليه بصلايه مبشوره بقى او مش مبشوره مش مهم، يعني ممكن طبعا بدل ما هطحنها لو انا مش عندي الكبه دي، يبقى ابشر البصلايه واعجنهم مع بعض. انا مش عندي، مش مهم انك احطها سليمه واحطها مبشوره، مش مشكله طبعا، ما احطهاش مبشوره يعني مش هبشر يعني وانا عندي الكبه، لا مؤاخذه اكيد اروح حطها على طول. وفلفل اسود وملح، تمام، وهروح طحناهم مع بعض او اعجنهم مع بعض. بصي هو الاحسن بقى بعد ما طحنا الفول الصويا مع البصله والملح والفلفل اسيبها شويه، يعني سيبيها منقوعه لوحدها كده مع البصل والفلفل، مع البصل والملح والفلفل، سيبيها قد ربع ساعه نص ساعه، ده بقى بتخلي الريحه ما فيهاش خالص. في حاجه كمان كنت بعملها برضو، ان انا بروح مدخناها. يعني ايه مدخناها؟ انا كنت يعني بحب اتغلب على الريحه تماما. يعني ايه ادخنها؟ يعني بعد ما عملتها كده ونقعتها شويه، لو لقيت الفحميه هعملها كده، كنت بعملها بروح حطلها فحمه، لا شكلي ما عنديش فحم، هقول لكم وانتوا اعملوها. بصوا بعد ما عملت، عارفين زي ما بعمل الكفته بالظبط، بروح مولعه الفحمه وبعدين اكب في الكبه او في الطبق، بدقنها في الطبق مثلا، واروح حاطه الفحميه دي زي ما كاني بالظبط بعمل كفته، اروح حاطه فيها الفحميه وعليها نقطه زيت بعد ما تولع طبعا، واروح مغطيه. فريحه فول الصويا بقى خلاص بتنتهي، بيبقى فيها ريحه الفحم بقى، فبتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه كانها ريحه ايه مشويه، وهي نيه لسه كده قبل ما اعمل حاجه، وهي نيه بعمل لها كده الموضوع ده، تمام. وبعملها كمان في الكفته كتير جدا، بس انا مش عارفه ليه ما عملتلكش في الكفته ليه؟ ماني كتير بعملها في الكفته، بدخن العجينه نفسها
تمام. يبقى انا كده ايه سبتها حبه اهو، انا بس جايبه لها دقيق، معلقه دقيق كده. بستخدمها في حاله يا اه يا لا، لو اللحمه هحطها كتير مش مهم صدر معاك دقيق دي، هحط لحمه قليل احط معاك الدقيق. تمام. خلي بالكوا البرجر اللي بتجيبوه من بره ده، يعني اللي يقول لك ده انا لحمه لحمه يبقى 50% فول صويا، واللي يقول لك لحمه قليله يعني مشمومه لحمه شمنها بس. البرجر الرخيص بقى اللي بتشتريه رخيص خالص ده بيبقى فول صويا فقط لا غير، ما فيهوش ريحه اللحمه، بيبقى كده وعليه التوابل خلاص. فول صويا لمناهم بشويه دقيق وعليهم اذا حطوا بصل ماشي شويه توابل وانتهى الموضوع على كده. ده كده ايه برجر فول الصويا فقط لا غير، ماشي اهي هتتعمل عادي. سوق حطيت التوابل عشان تشوفيها برده بتوابلها، وفي الاخر هضيف لها انا هعملها بشويه لحمه. لو انت مش الفول الصويا انا مش عايزه احط فيه لحمه مثلا صيامي او نباتي او ما بحبش اللحمه او لا اللحمه غاليه فانا عايزه اعمل برجر بس يكون ثمنه قليل، اعملي ده قبل ما احط اللحمه. يعني انا هحط لحمه بس انت ممكن تروحي مجمعه بده، هحط لها بس بضايه، مش عايزه بضايه بلاش بس خليها بضايه برده، يعني انا جمعتها بالدقيق خلاص على فكره، يعني الدقيق ده هيلمها، معلقه الدقيق الكبيره دي هتلمها. احطهم بودره وبصل بودره برضو عشان يديني ايه الاطعم بتاعه الشارع. معلقه كبيره، معلقه كبيره، وقرفه وجنزبيل. ممكن ما احطش البيضه لو صيامي، ممكن ما احطش البيضه. بابريكا بقى عشان تديني لون اللحمه على الكميه دي، معلقه صغيره ما تكتريش برضو عشان ريحه البابريكا مميزه جدا. بيكنج باودر معلقه صغيره كده، وحطيت في الاول الملح والفلفل. وهقول تاني عملتها ازاي. انا يا دوبك جبت فول الصويا نقعته في ميه، جبت كوبايه فول صويا بلتها بالميه بس، ماشي. ايه بقت قريبه من لون اللحمه ازاي. عايز تحطي عليها لون عشان تديك، مش ما تحطيش بابريكا تاني، بابريكا ما تزوديش. عايز تحطي عليها لون طعام يديك لون اللحمه ماشي، زي ما بيعملوا طبعا في اللي بتشتريه جاهز اهو، ماشي كده البرجريه خلاص ماشي ده كده. طب انا عايز احط لها لحمه، انما دي مرحله لو انا مش هحط عليها لحمه واحطها في الفرن عليها شويه زيت من فوق ومن تحت وادخلها الفرن تستوي، لا انا هحط عليها لحمه. فاروح حطها بعد ما عملت كده، حاضر احط لحمه. ممكن الكميه اللي انت عايزاها، ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه. انا بحط على الكيلو بحاله كوبايه من الايه فول الصويا، انما نص كوبايه على نص كيلو. تمام، نص كوبايه على نص كيلو. بس كده هطلع فاصل بقى واوريها لكم بعد الفاصل، وفاصل ومواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، دهنت تحتيها زيت وفوقيها زيت بالشكل كده ودخلها الفرن. بس برجر فول الصويا او برجر اللحمه بفول الصويا، ماشي. حتى باين كده اللحمه باينه فيها اهي محترمه. خلاص شوفوا القعده بقى، وهقول لكم طبعا برضو كل حاجه، بس عشان لو نسيت حاجه تبقى انتوا ايه مجمعين معايا. وادخلها بقى الفرن تشوي، تشوي على نار عاليه عادي. طيب برجر الفراخ كده خلصنا من اللحمه. برجر الفراخ عايز اعمله برضو بطريقه موفره. بجيب صدرين فرخه مع شويه خضار. ايه هم شويه الخضار اللي يليقوا قوي مع الفراخ او ينفع ان هم يتعملوا معاها بطريقه بسيطه؟ عندي جزر وكوسه وبطاطس، كل دول اسلقهم. اسلق جزر، اسلق بطاطس، اسلق جزر وكوسه وبطاطس وكوسه، تمام. عندي بصلايه، شويه بقسماط ناعم، بيضه، ثوم وبصل بودر وملح وفلفل، بس كده.
وطبعا الفراخ المفرومه باخد منها قد ايه؟ صدرين، مش كتير يعني، مش هعمل كميه كبيره، صدرين فراخ كده، حبه كده. كنت هعملهم بانيه، قلت بدل ما اعملهم بانيه اعملهم ايه، اعملهم برجر. فهاخد بقى الخضار، لازم يكون مسلوق، الخضار مسلوق. هاخد كده ايه، كوسيتين اسلقهم، مش مهري، ما تهريش الخضار قوي يعني، مسلوق حلو بس مش مهري قوي، تمام. فناخد كوسيتين كده متوسطين اهم كده، وناخد واحدة بطاطس، واحدة متوسطة، واحدة بطاطس متوسطة مش كبيرة، وبرضو السلق يكون متوسط مش مهرية ولا شاربة مية. وهناخد جزراية متوسطة، تمام. يبقى جزر وكوسة وإيه والبطاطس، توم باودر وبصل باودر، معلقة كبيرة على معلقة كبيرة، وملح يعني قولي معلقة ونص صغيرة، على فلفل اسود معلقة صغيرة، ونطحن ده كله مع بعض. فتفته كده الاول عشان مش عايزاه يبقى برضو باين في الايه، في البرجرات كانها كلها فراخ، بس انا مغذياها بايه، بالخضار. بصلايه، يا اما انا هحطها في الاخر عشان هي مبشوره جاهزه، بصلايه صغيره صغيره على نص كيلو الفراخ، صغيره بصلايه صغيره مش كبيره. انا حاطه توم باودر وبصل باودر، وادي البيضه، البيضه بقى دي اللي هي ايه، الصمغ بتاعنا اللي بيلزق لي كل حاجه ببعضها. مش عايزه احط بيضه، احط معلقتين دقيق او معلقه دقيق كبيره. مش محتاجه بقى احط بابريكا هنا ولا لون ولا اي حاجه، كده الخضار شبه الفراخ خلاص. بروح حاطه بس هنا ايه، عايزه احط بصمات ناعم برضو علشان ايه ماي ماي مايش مننا، معلقه كبيره بس كده، واروح حاطه الفراخ المفرومه، ولو مش مفرومه دي تكبيه تفرمها عادي جدا. ظبطها بقى بالبقسماط، حطيت لها بقسماط تاني شويه، حطيت لها تاني بقسماط تاني. هي تاخد لها حوالي نص كيلو نص كوبايه، نص كيلو ايه؟ نص كوبايه بقسماط او ازيد شويه صغيرين، مش نص كيلو خالص، ده يا برجر بقسماط. بس لو حسيتي بقى ان هي لسه ميميه شويه، حطيها في التلاجه بس شويه، سيبيها في التلاجة قد نص ساعة ساعة، هتلاقيها مسكت نفسها على طول. حسيتي طيب ان هي لسه، معلقة الدقيق بقى هي اللي بتظبطها. انا بس كده هاخد ايه، اجيب بقى ايه صينية وادهنها بالزيت. في بقى حاجة، في حاجة ان احنا ممكن نعملها بانيه ونحمرها، وممكن نحطها هنا في الفرن برضو، ممكن كده ممكن كده يعني، ممكن بعد ما اخلصها بالطريقة دي اروح احطها في ايه، في دقيق وبيض وبقسماط، واروح قليها في الزيت، وممكن لا ادخلها الفرن على طول.
انتوا ايه رايكم اللي تحبون؟ ممكن نمشي كده ممكن نمشي كده زي ما انتوا عايزين. تمام، هوريكي بس تشكيلها. بس في حاجه، لو انا هعمل دقيق وبيض وبقسماط، الاول بتشكليها عشان دي بتبقى طريقه شويه، ودخليها الفريزر، وبعدين طلعيها من الفريزر بنيها، حطي لها الايه الدقيق والبيض والبقسماط، او البيض والبقسماط بس تبقى ماسكه نفسها كده في ايديكي. تمام، ورق الزبده لازم؟ لا مش لازم خالص، انا بس بحافظ على الصينيه. ورق الزبده يعني في اي حاجه بيحافظ على الصينيه جدا، بيحافظ على الصينيه قوي، متحرقش مننا. يعني انت اصلا لو حطيتي ورقه زبده ممكن تشتغلي عليها كذا كذا حاجه، مش حاجه واحده. يعني برجريه كبيره شويه، خليها كبيره عشان ايه؟ قد العيش. بصي على العيش ايه هتستخدميه، شكله ايه، واستخدمه على قد البرجريه. كده كويس ماشي، تحسي ان هي ملزقه معاكي على طول، روحي ايه حطيها بس في التلاجة، مش هتلزق خالص، تبقى زي الفل. وادخلها بعد كده الفرن. طب انا مش عايزه احطها في الفرن، ده انا عايزه احمر في الزيت، يبقى حطي في الديو بقسماط. لا ده انا عايزه اشوي، اشويها عادي. لا اشويها من غير ديو بقسماط طبعا، من غير بيض وبقسماط، اشويها عادي كده زي ما هي. بس انا مش بفضل الشوي بقى في الحاجه اللي احنا حاطين لها اضافات كتير، علشان مش بتبقى فيها ماده دهنيه كافيه ان هي تطلع الحاجه المشويه شكلها حلو. يعني انا ممكن اشوي في الحاجه اللي هي لحمه بس، لحمه صافي او فراخ صافي برده ممكن، بعدين فش فيها دهون قوي، بس برده ممكن ان انا اعملها. اما اكون ضايفه لها خضار، ضايفه لها فول صويا، مش بحب افضل قوي ان انا اشويها، لان هي بتبقى بتنشف منك قوي، ما فيهاش ماده دهنيه. تمام، فدي كده حلو ان انا اعملها في الفرن، مش وحش خالص اهي كده. تمام، بس كده. في عندنا بقى انواع كمان من البرجر دي، انا عاملها لكم، يعني هنعمل مع بعض النهارده كذا نوع علشان يبقى عندكم افكار كتير قوي للمصيف. يعني ممكن اخدها معايا في المصيف بتاعي، او طالعة الرحله اللي انا رايحاها، رايحه النادي، رايحه الحاجات دي كلها، اطلع من الفريزر واسوي على طول على في الفرن، او اقلي في الزيت، ممكن ده او ده. بيبقى معاكي حاجه سهله جدا، ما تفكريش كتير. طب انا بره في النادي مثلا، ولا رايحه اتفسح، ولا رايحه حاجه، وعايزه اكلهم حاجه من البيت، طبعا دي اصح من اي حاجه بتشتريها من بره، وحاجات غاليه جدا. طب وانا ليه اعمل في نفسي كده؟ طب ما انا اعمل حاجات تنفعني ان انا اخدها معايا في اي حته بمنتهى السهوله، وما افكرش طبعا انت خارجه لسه هعمل لسه اسوي خلاص اي حاجه من بره. لا دي سهله خالص انك تعملي ده في البيت، تطلعي من الفريزر على طول على الفرن، او على الايه؟ او على القلايه. سهله، من الحاجات الاكلات السهله جدا البرجر ده. وما تسيحيش، ما هو زي ما هو كده. وهو متلج اعمليها كده، ماشي؟ بس كده. ممكن بقى نطلع فاصل ونجيب بقيه الوصفه، بس استنى اوريكم دي بس كده اهو، عشان ادخلها الفرن مع اختها تلحق تستوي. ممكن نخلي اخر حاجه قلي عشان تشوفوها. طبعا من تقولي ليه ما عملتهاش كده زي ما بنعملها؟ لا دي بتلزق، دي بتلزق غير الكيس، لازم تشكليها بايديكي. تمام، وفيها خضار، وهو شكله جميل جدا ولا اي حاجه، وهتنبسطوا من طعمها قوي قوي ان شاء الله. تمام، يلا نطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، خلاص البرجر فيه منهم نوع استوى، بس دخلته اتحمر اكتر شويه، نزلته في الفرن من تحت اهو. بصوا والتاني ايه اهو، ده خلاص قرب، ده يعتبر استوى، اللي احنا حطيناه باللحمه وفول الصويا، ريحته تحفه، ريحته حلوه حلاوه يا جماعه مش طبيعيه. موضوع ان انا حطيت الفول الصويا مع البصلايه مع الملح والفلفل وشويه البهارات، وتعجنوا مع بعض واتسابوا شويه، طبعا كل ما انا ما سبتهمش، بقى انت لما تسيبيهم هيبقى احلى واحلى، وفرجه الفراخ بالخضار فوق اهو. تمام، حاجات سهله ولذيذه وموفره جدا، تلم معاكي كميه كبيره. طيب ايه السمك؟ هل السمك ينفع اعمله برجر؟ عملناه قبل كده طبعا برجر، وكان هايل جدا، فلازم افكركم بيه تعملوه، وكل مره نضيف له اضافه مختلفه. يعني انت اعملي كل مره انت دماغك بقى، يعني ممكن نحط على السمك ده خضار،
ممكن نحط جزر، ممكن نحط بطاطس، ممكن نحط كوسه، ممكن نحط خضره شبه بقدونس كزبره، ممكن بصي اي اضافات بقى. اهم حاجه اهم حاجه ما تحطيش اضافه وميه ميه، يعني طماطم لا، حاجه كده فيها ميه ما ينفعش، لازم حاجه تبقى ناشفه وتشد معايا الايه البرجر. واشده بايه كمان؟ يا اما بيضه يا اما دقيق، عشان تبقى ماسكه لما تستوي وتروح ماسكه نفسها ولما معايا. ممكن احط بيضه، ممكن احط دقيق، لو انت حاسس ان في الموضوع فيه ايه سنه ميه كده او لا ملزقه قوي او مش عارفه تتصرف فيها، يبقى تحطي معلقه دقيق او معلقتين من الدقيق وتحطي بيضه. طيب تعالوا بقى دلوقتي نقول بسم الله. ايه بقى اللي ممكن نعمله؟ السمك ده ممكن نعمله برجر، لازم يكون فيليه، لازم مش سمكيه وانت تشيلي منها، لا بلاش، ما تعمليش كده، ممكن تجيبي شوكه تبقى مشكله. احنا عايزين سمك فيليه من عند الراجل، هو اللي شايل منه كل القشر وكل السوك وكل حاجه وجايبه لنا فله نظيفه كده، تمام. ايه اللي هستعمله معاه النهارده؟ بطاطس وبقسماط. اخلي النص كيلو، كيلو قد كده محترم، اكبره بالبطاطس والبقسماط، وهحط شويه خضره، ممكن احط شبت بيبقى لايق قوي معاها، ممكن احط شويه بقدونس كزبره، حط توم، بصل باودر، توم باودر، اعصر ليمونه، شويه كمون، عايز تحطي برده سنه بيكنج باودر ماشي، بتبقى لطيفه قوي معاها. برده البيكنج باودر يعني مش بيدي ان هو بينفش بس، لا كمان بيخلي حاجه متماسكه معايا، تمام. وساعات لا، يعني ساعات احطه وساعات لا، مش دايما، يعني البرجر مش في حاجه قوي غير الكفته، اكتر من الكفته، عشان بس بولع ايه فرن تانيه. هناخد توم، أربع خمس فصوص توم كده، دول كبار محترمين مقلوظين كده، بصوا قد ايه التوميه، قد كفي. ده العز، ده توم العز، ماشي. فهناخد منه أربعة أو خمسة، يلا خمسة. وهناخد توم باودر وبصل باودر. لا ايه ده؟ توم تاني كتير قوي. وهحط ملح وفلفل. بسم الله بسم الله، دايما نقول في كل حاجه بنعملها بسم الله كده عشان ربنا يكرمنا وتطلع الحاجه معانا كتير، تقضينا قضي الجيران كلهم كلهم. وادي حبه كمون على التوم وافرمهم. طبعا لو التوم مفروم مش هعدي الخطوه دي. ماشي، فرمنا التوم. هنجيب بقى السمك الفيليه منزوع كل حاجه، منزوع الشوك والجلد وكله، اي نوع سمك فيليه اي نوع ينفع، كل انواع البطاطس مش دلوقتي، اسمه ايه الشبت او الخضره، ممكن احط بس احط كل الخضار وشويه بقسماط ناعم قد نص كوبايه كده، وعصير ليمون، عصير ليمونه واحده مش كتير يعني. حلو قوي، ما
حلو الكلام؟ بقت زي الفل اهي. تعالوا بقى حط عليها ايه؟ بطاطس عشان تبقى كتيره وتبقى تطلب منها حبه كده الاول. بسم الله. عشان هي ايه كتير على على الخلطه. ممكن كده. البطاطس بتبقى تلت الكميه. البطاطس تلت الايه؟ تلت الكميه. بنروح ضربينهم كلهم مع بعض. بس بقى عندي برجر سمك اهو. دي من غير بطاطس تبقى ناشفه اكتر. دي بالبطاطس اهي. بسم الله. حطيها في الثلاجه بس شويه هتمسك نفسها. النهارده حلقة برجر يا جماعة كلها كده أنواع كتير لمحبي البرجر بقى والأكلات الجاهزة والأكلات السريعة. كل الحاجات دي بتبقى وموفرة طبعا، يعني مع كل ده هو موفرة وصحية. يعني أنا دلوقتي في الحلقات اللي بعملها دي ببقى عايزة إن أنا أنجز معاكم إن أنتوا تعملوا حاجة مفيدة صحية سريعة ومش تقليديه، يعني بنجدد فيها، يعني مش كل مره هتزنق هعمل كشري، مش كل مره هتزنق هعمل مكرونه بانيه، مش كل مره هتزنق هعمل شرب مش عارفه ايه عدس مثلا او الشوربه اللي بنعملها في الشتاء دي بس او في الصيف، لا نجدد بقى، يعني في تجديد خصوصا ده لان يعني الكبار ممكن بيحبوا الحاجات التقليديه بتاعتنا مش بيزهقوا منها خالص، انما الصغيرين لا، الصغيرين غير، حاجه ثانيه خالص. فلازم ان احنا ايه؟ نعمل حاجات تبسطهم. ما يقدروش بقى يزنوا عايزين ناكل من بره كذا عايزين نعمل كذا، فاحنا بنعمل لهم في البيت اهو وسريعه وسهله وموفره ومغذيه. يعني بنعمل كده ايه حاجه جامده جدا ان شاء الله على خير يعني. طيب تعالوا بقى نشكل دي برده، نجيب برده صينيه ثانيه. انا عايزه اوريكم حته بس ورق اللي انا بحطه ده. يعني ما عادش غالي زي زمان، ورق الزبده ما عادش غالي زي زمان، يعني بص انا هشيل البتاع تطلع. بص بص الصينيه تحتيها شكلها ايه؟ بص هنا شكلها ايه؟ وبص الصينيه شكلها ايه؟ فله فله. وطبعا دي بقى من الحاجات المهمه قوي برضه، بشوي فرخه بعمل حاجه بروح حطها عليها بمنتهى الادب، بدل ما انقع الصينيه كتير. ودي الورق ده مش غالي كتير خالص، يعني لا مش غالي قوي، واستعمليه دايما في الحاجه اللي تحس ان الصينيه هتبوظ فيها. الصينيه غاليه بتبقى غاليه جدا ومش بتنضف تاني ترجع زي الاول تاني، انما بالورق ده لا. بصوا فله صينيه فله صاصبين صغيره خالص، يعني زي الكوبايه تغسليها زي الكوبايه ماشي. بس كده هجيب بقى شويه زيت برده واعمل ايه البرجر ده. بس بقى هطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض بقى نوع برجر رابع، بس من غير لا لحمه ولا فراخ ولا سمك، هنعمله برده بحاجه موجوده في بيتنا موجوده عند الجيران. ممكن ناخد منهم كوبايه هنعمل الغدا كله. معلش لو مؤاخذه بس كوبايه عدس كده عشان عايزين نعمل الغدا. فعادي جدا عادي الجيران لبعضيها. فانا برده عندي حاجه حلوه بديهم، فيبقى احنا عارفين هنعمل ايه بالظبط. فهنعمل او طبعا بقى اللي تحتيكوا كده هتلاقي عنده الكلام ده كله. عايزين كوبايه عدس، عدس بجبه مش اصفر، عدس بجبه، عدس بجبه واسلقه. بصوا اهو عدس بجبه وسلقته، شايفين الشكل بتاعه مسلوق حلو. اضيف له ايه عشان ازوده قيمه غذائيه واحس ان انا باكل بقى ايه يعني؟ لا ده لحمه بقى. بصلايه مبشوره، ملح وفلفل، بهارات، شوية بابريكا عشان اللون برضو، ممكن أضيف له شوية جزر مبشورين بساط، شوية خضرة بقدونس، دقيق وبقسماط ده أساسي، وبضاية مش أساسي ماشي؟ يعني ممكن ما أحطلهاش بضاية، أخليها نباتي نباتي أو صيام صيامي. باخد بقى أعمل إيه؟ هاخد العدس بجبة أهو، هاخده كده كله مسلوق. أنا سلقانة كوباية
ماشي، سلقه كوبايه، الكوبايه دي تعمل لي قد ايه؟ تعمل ست وحدات من البرجر بس، صفيه من الميه كويس، ها ما تخليش فيه ميه، حطيه في مصفى، اسلقيه وحطيه في مصفى. كوبايه اتنين، نص كيلو اللي انت عايزاه يعمليه، بس ديت الكوبايه دي بترملي بتعملي كوبايتين، يعني الكوبايه بتطلع لي كوبايتين بعد السلق. تمام، حط عليهم بقى بصلايه الاول مبشوره وملح وفلفل، وفلفل تمام، واخلطوا كويس مع بعض. تعالوا بقى نطحن قوي، بنزل ايه يعني جزر مش كتير كده، بس يعني جزرية صغنونة، جزرية صغنونة، وشوية بقدونس برضو مش كتير. احط بقى كل البهارات بالمره، بيكنج باودر معلقه صغيره، بابريكا معلقه صغيره، سنه بهارات، سنه كمون، سنه شطه لو حبه، ده اختياري طبعا. ممكن احط فصين توم بس هطحنهم معاك، كنت لازم احطهم في الاول بس يعني ان شاء الله يطحنوا. ايه تاني اديهم بقسماط لسه. والبيضه ايه؟ لا مش هحطها، يعني ممكن تحطيها ممكن ما احطهاش، بس انا مش هحطها عشان ايه اوريك ان احنا ممكن نستغنى عنها. معلقتين بقسماط، ومعلقتين دقيق، نزود شوية دقيق، ماشي، كده كويس. برجر نباتي صيامي هايل. بس كده يبقى احنا كده عملنا ايه؟ البرجر النباتي اللي عملناه بالعدس ده بقى، يا بيتقلي لو قلتيه، انا مش عايز ازود دقيق، انا ممكن ازود دقيق تاني ان هو بيلزق قوي، بس انا مش عايز ازود، احنا ممكن نحطه في الثلاجه هتلاقيه ايه ظبط معاكي قوي. تمام، بصوا لحمه، لحمه ولا مش عارف. بصوا والنبي، بصوا يعني لو اللي لسه فاتح معانا الحلقه استحاله هيقول ان ده عدس، لحمه مفرومه مظبوطه ظابطه الحمد لله. عملناها ازاي؟ عدس بجبه سلقته، بعد ما سلقته ما تسلقوش قوي، يعني اسلقيه كويس مش قوي قوي، ما تهروش قوي، اسلقيه سلق وخلاص ماشي، واطفي عليه وسيبيه يهدى وصفيه كويس جدا، سيبيه يهدى في ميته، سيبيه يهدى يعني سيب اسلقي العدس وسيبيه يهدى في ميته عشان ياخد لونه، وبعدين بعد كده صفيه وصفيه كويس، بعد كده حطه في الكبه معاه بقى ايه زي ما عملنا التوابل، بصلايه مبشوره او ابشري الاول بصلايه في الكبه وبعدين نزلي عليها، ابشري البصلايه والثوم في الكبه يعني فصين ثوم كده، ومش عايز ثوم مش مهم، في الكبه الاول وبعدين نزلي عليه العدس بجبه المسلوق، بعد كده فرمتين ثلاثه انزل بعد كده بقى ايه دقيق وبقسماط وبهارات، ملح وفلفل وقرفه جنزبيل، ملح وفلفل وبهارات، معلقه بابريكا، معلقه بيكنج باودر صغيره،
كل دوت اروح خلطاه معاه خلط كويس جدا. بعد كده ازود دي وبقسماط على حسب ما العجينه معايا او عجينه البرجر تبقى مظبوطه معايا، احس ان هي اقدر ان انا امسكها وافردها. لقيتيها ملزقه قوي يبقى هتزوديها، لا ملزقه نص نص زي كده لا حطيها في الثلاجه وبعدين شكليها خلاص تبقى مظبوطه جدا. تمام؟ صواني تاني، صينية عم هجيب لكم صينية دلوقتي. ممكن نحط على ايه، نحط على ايه، نحط على ايه، انا عايز بس اعمل لكم حتى اتنين. نجيب لها ورقة، لا مش حلوة دي، مش حلوة دي. بسم الله. اهو كده طبعا مفيش، مش عايز ده مش مهم ماشي، مش لازم يعني مش عايز تحطي ورق ما تحطيش، ده اختياري. بس الزيت مش اختياري، الزيت هنا مهم عشان مفيش اي ماده دهنيه معايا جوه الايه، جوه الكفت البرجر ده، فلازم نلمعه كده عشان يديه نتيجه كويسه. ماشي اهو كده تمام. وهنشويها في الفرن بعظمه على عظمه، ولا اي حاجه ولا فاهم، وبرجر ممتاز. وممكن ما تقوليش ريحته خطيره والله، ولا في اي حاجه خالص خالص. وانت كمان لما حطيتي بقى البصلايه مع الملح والفلفل في الاول دي بتقلب لنا ريحه الحاجه شويه، تخليها ايه تدي على اللحوم كده. في كمان بقى بزيد اشتيامي بقى، ان انا بقى مع البصلايه او مع يعني وانا بطحن البصلايه حته دهن، حته دهن كده من الايه، من الدهن اللي عندي من لو جايباها من الجزار او عندي في الفريزر، اروح واخده حته دهنه وفرمها معاها. يا سلام على الحلاوه دي، ما تنفعش لنباتي ولا صيامي بقى، بس تبقى موفره. تبقى انا عايزه اعمل برجر للاولاد، عايزين ياكلوا برجر وما عنديش لحمه، ما عنديش امكانيه للحمه، خلاص احنا اخر الشهر مثلا، وعايزه اعمل لهم حاجه بيحبوها ومغذيه ومفيده وموفره، اعمل لهم دي فعلا جامده جدا. عايز احط في حاجه زيت بس معلش يا عم، حتى ما حطيتش البيضايه كمان اهي، يعني وفرت هنا كمان البيضه وخليتها ايه عدسي بس كده. بس هنا لو عملتيش بقى الزيت ده كده عليها من فوق بتديكي لون مجاير مش حلو خالص، لازم نحط لها الزيت. ماشي اهي بس كده، ودخلها الفرن. هنا اللي في الفرن كمان استوت اهي، ده السمك خلاص وريحته مش زفره خالص. وكده برضو بنوع السمك اللي احنا عاملينه ده، انت بتاكلي الاولاد السمك اللي هم الناس ما بيحبوش السمك، في اطفال مش بيحبوا السمك او خايفه تاكله لهم علشان مثلا الشوك او الكلام ده كله، او هم اصلا مش بيحبوه بالطريقه دي ولا هيحسوا باي حاجه. عارفين الاطفال الصغيرين قوي كمان ممكن تدلهم في ايديهم ياكلوهم كده حاف، ياكلوهم مش هتعملوا سندوتشات. ماشي، دي بتكمل قيمه غذائيه حلوه جدا، يعني ممكن لو انت خارجه في حته ومعاكي الاطفال مش عارفه مش لازم سندوتش، لا خدي البرجر ده كده في علبه وياكلوا منه كده وهم بيلعبوا، حاجه مغذيه ولذيذه وانت مبسوطه قوي ان هو اكلتيهم السمك من غير ما يحسوا. اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونوصل على قد الايه. ورجعنا من الفاصل، عملنا النهارده مع بعض ايه؟ عملنا مع بعض النهارده اربعه برجر، اربعه برجر لطاف لزاز، تجديد كده في البرجر بتاعنا، ناكل اولادنا ازاي حاجه صحيه ويحبوها وموفره، يعني نرضيهم ونرضي نفسنا بالظبط كده، نرضيهم ونرضي جبنا حلو اللي انا فيه ده. ماشي. فعملنا اول حاجه مع بعض برجر اللحمه، بس ما هوش لحمه صافي، ده فيه فول صويا،
اكتر يعتبر من كميه بتدي بقى يعني لا مش في الوزن، يعني في الوزن لا طبعا الفول الصويا اقل. انا حاطه نص كيلو اللحمه عليه نص كوبايه فول صويا منقوعه، نص كوبايه فول الصويا المنقوعه دي بتديكي اكتر من كوبايه بعد ما تتنقع، يعني اغسليها كده بليها بالميه وسيبيها هتلاقيها نفشت بقت 3 اضعاف. تمام، خدت بقى فول الصويا ده عشان يديه ريحه حلوه ويديه ريحه اللحمه، رحت حط عليه بصلايه وملح وفلفل وطحنتهم مع بعض، وبعد كده كملت كل المقادير دي ورحت يا دوبك بالزيت كده بلق ديه بالزيت وايه عاملاها قرص ومدخلاها بقت لحمه لحمه اهي، بقت كانها لحمه صافي. بصوا تتخيليش ان دي فيها اي فول صويا ولا اي حاجه، وماسكه نفسها وجامده ومجلده زي الفل اهي، جامده جدا مش مفرفره يعني. التجليده دي على فكره حاجه كويسه. عملنا سندوتش عادي جدا كاعظم برجر بيتعمل، عملنا سندوتش بالبصل وطماطم كل اللي بتحطيه بقى كاتشب مايونيز اللي انت عايزاه. تمام، عملنا ايه كمان؟ عملنا اللي بالفراخ، اللي بالفراخ اللي هو ده بالفراخ، ده برجر اللحمه لسه يس. انا باخده عايز اصورك والله العظيم، استنى وصورني، استنى اخد معايا سيلفي، استنى استنى بس استنى خد معايا كده ايه صورني كده. ايوه 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 اللهم صل على النبي عليا. ادي برجر الفراخ يا شباب، برجر الفراخ استنى برضه اصوره، برجر الفراخ واخد سيلفي معاه. زي ما شايفين الاضافه بتاعه البرجر اهو اهو، كل المقادير دي على بعض ماشي، بس خلي بصل دي بقى في الاخر. ايوه كده مظبوط تمام. والسلق بتاع الخضار اسلقيه سلق مش مهروس قوي قوي، يعني سلق حلو مسلوقه بس لا ما هي مهريه ولا هي ناشفه، عشان لو عملتيها ناشفه حبان فيها فتافيت، ولو عملتيها مهريه هتدي ميه قوي، فخليها في المتوسط. وبعد كده طحنتها لوحدها وحطي عليها بقيه المقادير كلها. تمام، دي برجر الفراخ. عايزه تشوفيه برده هو مقطوع اه اه، استنى بسم الله بصوا شكلها ايه، شايفين الجمال؟ برجر فراخ وعليه بتزود بالبطاطس وعظمه، يعني النص كيلو بانيه او صدرين البانيه عليه قد دي بطاطس، دي يعتبر قد بعض ماشي، يعني كميه اللحمه قدها كميه الفراخ قدها خضار بطاطس وجزر وكوسه. فشوفي لما تدي الاطفال بقى حاجه يكلوها في ايديهم كده، اديتيهم طبق في ايديهم بدل ما تديهم قطعه طبق اكل كده، لا ادي لهم برجريه في ايديهم، خلاص برجريه كده فيها كل حاجه، فيها الخضار وفيها اللحمه وفيها كل حاجه. وانا ان شاء الله هسهل لكم المواضيع دي باذن الله، يعني نقدر ان احنا نعمل حاجات كويسه مع بعض. وادي كمان برجر السمك، برجر السمك طريقه سهله ولذيذه جدا، وازاي ناكل اولادنا من غير ما نضايقهم. خلاص بس كده شكليه بقى، ممكن تزودي اي حاجه انت عايزاها، ممكن تزودي خضره شبت بقدونس كزبره، ممكن تزودي يعني بص ممكن تزودي خضار تاني، ممكن زي ما عملنا كده برجر الفراخ ممكن نقلبه ببرجر السمك، ازود كل الخضار ده بطاطس وبطاطس وكوسه وجزر، ممكن تضيف معاهم واروح عاملاهم بنفس الطريقه دي. انا عندي اهم حاجه برجر اللي عايز تسوي الفرن اهو، عندي اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه عندي ان انا يبقى في حاجه عامل ربط بين الحاجات دي، لان هنا عندنا اللحمه او الفراخ او السمك، لا السمك برضو بيمايمي شويه معانا، لازم محتاج اربط بايه؟ يعني لو انا سبتها من غير ما اربطهم بحاجه هتلاقيها بقت لا شكلها مفرفر كده، لو انا اربطهم بايه بقى؟ في عندنا عوامل ربط مهمه جدا لازم نحطها على اي برجر انا عايزه الفه، وهو الدقيق، الدقيق ده اولا، الدقيق ده اولا، الدقيق ده زي السمغ كده احطه على اي حاجه بيلزقها ببعضها. تمام، حتى لما تيجي تعملي مثلا عيش من غير دقيق ابيض بتلاقيه بيفتل، بتلاقيه بيفرفر منك كده، بتلاقيه مش حلو خالص، انما تحطي دي ابيض يروح لازق اي حاجه ببعضها. فنفس الحكايه معانا في البرجر، هنحط دقيق ابيض على اي حاجه هتلاقيه ايه ماسكها. طيب ايه السر التاني؟ البضايه، البضايه بتنعم اي حاجه، بتنعم اي حاجه احنا بنعمل اي خضار اي، هنا ما حطيناش بضايه بصوا فتلاقيها مشققه شويه بس ماسكه نفسها، السخنه طبعا جدا ماشي.
ده برجر العدس. لو حطينا بضايه مش هيدي تشقات دي، هيدي نعومه. انما انا حاطه ايه؟ حاطه دقيق فماسك نفسه خلاص، هو ماسك نفسه بس سخن قوي. مولعه تمام. انما اهي بصوا اهي على حيلها اهي، ولا فتفته ولا اي حاجه. دي كده ايه؟ برجر العدس شبه اللحمه بالظبط، ما فيهوش اي. اخدت كل المقادير وخلاص على كده، هحط بص جنب ده سيبه ده شويه كده واحطه في الطبق ده، طبقه جاهز. يبقى كده عملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا مع بعض مجموعه من البرجرات المحترمه. الناس هتشيل كده عشان تتصور حتى. اهو معلش معلش تعالى ممكن هنا كده اهي. يبقى كده ايه؟ برجر العدس، برجر الخضار الموفر اللذيذ اللي ممكن ناكله للاطفال واحنا مستريحين ومطمنين عملنا حاجه موفره ومغذيه وبس. وكده خلاص عندنا النهارده، يا رب تكون عاجبتكم، اشوفكم على خير مع على قد الايد ونجلاء الشرشابي. وها